رئيس الجمهورية يضع نفسه فوق المجلس المؤقت ويجعل المجلس المؤقت تحته وفي خدمته وفي خدمة أوامره وفي خدمة معناها رغبته. اليوم من الناحية القانونية ساعة نجم نقولوا أن المرسوم هذايا هو مرسوم غير دستوري، واليوم احنا نعقد هذه الندوة الصحفية باش نعطيه الأبعاد الخطيرة لهذا المرسوم، ليس على القضاء العدلي فقط ولكن على القضاء الإداري وعلى القضاء المالي. ونعقد هذه الندوة الصحفية مكتب التنفيذي لجمعية قضاة التنسيق مع مجلسها القطاعي بمحكمة المحاسبات، ومش نعطيهم بعد الكلمة إلى السيدة رئيسة المجلس القطاعي مدام عايشة بالحسن، وكذلك إلى مدام صابرة بالرحومة ممثلة عضوة المجلس القطاعي المحكمة الإدارية، باش تعطينا زاد التفكير التداعيات الخطيرة لهذا المرسوم على القضاء الإداري. علاش نقولوا تداعيات خطيرة؟ تداعيات خطيرة لأنه رئيس الجمهورية يعمل الآن بموجب هذا المرسوم عدد 11 خارج الدستور وخارج القانون، لأنه لا وجود لأي نص قانوني يخول لرئيس الجمهورية إلغاء المجلس الأعلى للقضاء. المجلس الأعلى للقضاء جابته سلطة تأسيسية، المجلس الأعلى للقضاء هذايا تم إرساؤه بالدستور بعد مجلس وطني تأسيسي خدم مدة 3 سنوات وانبثق عنه الدستور وباب خامس في الدستور كان ثمرة متاع نضالات أجيال وأجيال من القضاة ومن الحقوقيين ومن المدافعين على دولة القانون وعلى النظام الديمقراطي. رئيس الجمهورية بجرد قلم يحذف كل هذه الضمانات وكل هذا الباب ويقر بصفة انفرادية أحادية فوقية مسقطة معناها صلاحياته الكاملة، ويعيد القضاء إلى مربع ما قبل 2011. هذاك علاش احنا نعتبروا أن المرسوم هذايا فيه هدم للمجلس الأعلى للقضاء، فيه ضرب لاستقلال القضاء، ضرب لدولة القانون، لأن مفهوم دولة القانون يعني وجود قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية لا يأتمر بأوامر السلطة التنفيذية ولا يخضع لها من حيث التعيين والترقية والتأديب والإعفاء. هذا السيف الذي يسلط بموجب الفصل 20 من الدستور على بموجب الفصل 20 من المرسوم على القضاة. رئيس الجمهورية بإمكانه إعفاء من شاء إعفاؤه دون أي مبرر ودون أي مسوغات قانونية ودون أدنى حد من الضمانات القانونية، وهذا بطبيعة الحال فيه ضرب لاستقلال القضاء وضرب لدولة القانون. كذلك القضاة في تأديبهم يخضعوا إلى السلطة التنفيذية، في حين انه قبل في المجلس الاعلى للقضاء على مؤاخذتنا على المجلس الاعلى للقضاء، تعرفوا احنا كنا دائما نراقب اعمال المجلس الاعلى للقضاء، كان هناك ضمانات، كان هناك رقابه، كان هناك حد ادنى من التشاور، كان هناك معناها في تاديب القضاة، هناك مجلس تاديب وهناك امكانيه الدفاع على 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 نفسه القاضي، وذلك كله تلغى. كيف الحركة القضائية في آلياتها وطريقة إعدادها، هناك بعض الضمانات اللي جات في الدستور وجات في قانون مجلس أعلى القضاء، هذا الكل ما عادش موجود. اليوم هناك تهديد خطير للحقوق، لأن القاضي اليوم القاضي الذي تسميه السلطة التنفيذية وتعينه في المناصب القضائية وتسند له الوظائف القضائية وتؤدبه وتعزله ومعناها تتحكم في مساره بالتمام والكمال، هذا القاضي لن ينطق بالقانون، هذا القاضي سينطق بما تمليه عليه السلطة التنفيذية وبرؤية السلطة التنفيذية للقانون. احنا الآن نعيش في خلاف كبير في تأويل النصوص القانونية وتأويل النصوص الدستورية، ورئيس الجمهورية يفرض على الجميع رؤية معينة وتأويل معين للدستور ويمضي فيه غير عابئ ببقية الآراء وبقية المواقف. اليوم ما حصل في الدستور سيحصل في القوانين، لأن وقت يكون القاضي يتعين السلطة التنفيذية فإنه لم ينطق بالقانون وفق ما يمليه عليه ضميره، وإنما وفق توجهات
السلطة التنفيذية. وإحنا رانا عنا شفنا القضايا اللي تحدث عليهم رئيس الجمهورية كيفاش في لمح البصر، شفنا قضايا متعلقة بالرئيس السابق المنصف المرزوقي كيفاش في لمح البصر معناها تعديت وتحكمت، ومعناها في آجال معناها أقل ما يقال فيها أنها تطرح أكثر من إشكال. هذايا القضاء اللي موكول له حماية التونسيين في حقوقهم وفي حرياتهم، حماية التونسيين من تغول السلطة التنفيذية ومن تغول بقية السلطات، هذا راه باش ننساوه، ما عادش باش نلقاوه، باش نلقاو القضاء التابع الخانة اللي يأتمر بأوامر السلطة التنفيذية، وهذا راه مش يهدد القضاء، هذا يهدد كل البناء الديمقراطي، يهدد المكاسب اللي راكمناها طيلة سنوات وسنوات، باب الحقوق والحريات، حرية الإعلام، حرية التعبير، حرية الصحافة، حرية النشر، حرية التنظم، حرية الاجتماع، هذا الكل مهدد. هذا الكل مهدد لأننا سنجد قراءة واحدة هي قراءة السلطة التنفيذية وتطبيقاتها في الأحكام القضائية، وهذا خطر كبير وكبير جدا. لأنه إحنا شنو دور القاضي هو؟ القاضي في الحياة السياسية وفي البناء في كل نظام سياسي، السلطة القضائية هي سلطة معدلة، هي السلطة التي تعدل بين بقية السلطة وبين كافة الأطراف السياسية. ذاك علاش احنا ديما نشترطوا في السلطة القضائية تكون محايدة وتكون نزيهة وتكون شفافة وتكون مستقلة وتكون بعيدة كل البعد على التجاذبات السياسية.